مرحبا، اسمي بشرى واليوم سوف أحكي لكم حكاية السمكة المشاكسة. عاشت السمكة المشاكسة في الأعماق لدرجة اقترابها من الرمل بين الشعاب المرجانية القرمزية. كانت هناك أسماء أخرى في سربها، كانوا قد خرجوا من بيوضهم في نفس اليوم الذي خرجت فيه، وكانوا أكبر منها. ولكن أصدقاء السمكة المشاكسة والأسماك الكبيرة الهرمة الأخرى يتحاشونها قليلاً. كانت السمكة المشاكسة اسم على مسمى، كل ما يشغل بالها كان استعراض القوة ضد الآخرين وكسر قلوبهم والسخرية منهم، بل إنها أحياناً كانت تسرق طعام أصدقائها وتطلق عليهم ألقاباً لا تروق لهم. كانت السمكة المشاكسة تريد أن تصبح قوية جداً. إذا كانت قوية سيحترمها الجميع. ذات يوم رأت السمكة المشاكسة سمكة السلور المرقطة ببقع سوداء على ذيلها. بدأت بالسخرية منها أمام الجميع: السلور المرقط، السلور المرقط. كانت سمكة السلور محرجة للغاية ومنزعجة، وابتعدت بسرعة من الزحر. سبحت وسبحت لتصل لسمكة الحبار وطرقت بابها لكي تحصل منها على طلاء. طق 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 طق، دهنت سمكة السلور نفسها من الفم إلى الذيل وجميع جوانبها بالطلاء الأسود الذي حصلت عليه، إلى أنه كانت هناك مشكلة. أثناء سباحتها في الماء كان الطلاء الأسود يزول وتعود البقع إلى الظهور. شعرت السمكة المشاكسة بقوة أكبر حين رأت حالة الحزن والعجز التي تقطع فيها سمكة السلور. تجمعت السمكات الكبيرات وتحدثوا فيما بينهم عن كيفية إيقافهم للسمكة المشاكسة. بداية قاموا بتحذيرها، لكن السمكة المشاكسة لم تكترث لهم، غضبوا منها. مع ذلك لم يجد الأمر نفعا. بعد كل ذلك سألوها عن سبب تصرفاتها تلك. افترقت السمكة المشاكسة حججا واهية ولم تستمع إليهم. رغم كل ما فعلوه لم يستطيعوا ثنيها عن عادتها هذه. أخيرا قالت الأسماك في السر إنها لا تريد السمكة المشاكسة وتركوها وحيدة. هذا أيضا لم ينجح أبدا. ازدادت السمكة المشاكسة غضبا عندما بقيت وحيدة. كان الإقصاء أكثر شيء تخافه. قالت بغضب: سألقنهم درسا لن ينسوه. على الرغم من أنه لم يكن هناك من يريدها بجانبه، إلا أنها كانت تذهب إليهم باستمرار وتزعجهم وتكسر قلوبهم بكلماتها الساخرة. في الواقع كانت السمكة المشاكسة مدركة لما تسبب به من أحزان لأصدقائها، لكن كلما ازداد حزنهم كانت تزداد شعورا بالقوة. كان أهم شيء بالنسبة لها أن تكون قوية. لم تكن بحاجة إلى السباحة عبر المحيطات لتقوية زعانفها، أو أن تكون سمكة ضخمة لكي تكون قوية. كانت تشعر بارتياح عند السخرية من الآخرين. كانوا يحذرونها، لكنها لم تعرف كيف يتوجب عليها أن تتصرف وكيف يمكن أن تكون قوية بصدق. كل ما كانت تعرفه أنه إذا لم تكن قوية فسيسخر منها الآخرون ويزعجونها. على الرغم من استمرار السمكة المشاكسة في العبث مع كل من حولها، إلا أن أصدقائها لم يعودوا يكترثون بها. وفي يوم ما، وبينما كانت السمكة المشاكسة تلف في البحر وتسبح، سبحت كثيرا دون أن تشعر حتى وصلت إلى الشاطئ تقريبا. لكن هذه المنطقة التي أصبح البحر فيها ضحلا كانت خطيرة على الأسماك. قالت لنفسها: لقد قالوا أنه يوجد أناس هنا. بمجرد أن أدركت السمكة المشاكسة أنها قد وصلت إلى الشاطئ، حاولت العودة، لكنها وجدت نفسها فجأة في صندوق في شيء أسود دائري كانت تنسحب إلى أعلى. في اللحظة التي وصلت فيها إلى سطح البحر، رأت السمكة المشاكسة نفسها في دلو صغير، ثم ألقي بالدلو في القارب وابتعد. شعرت السمكة المشاكسة بالدوار والخوف، وعندما فتحت عينيها ونظرت لأعلى
وجدت عينان برتقاليتان كبيرتان تتوهجان كالضوء وشوارب تدفدف أنفها. يا ترى ما هذا؟ حينها رأت شيئا يتحرك في الثلج. كانت يد حيوان كبير ذو فرو غطى أطرافه في الماء وهزهم بشدة. كلما كانت السمكة المشاكسة تهتز، كلما كان شعورها بالغثيان يزداد. ياه، وتشعر بالدوار. أوه، السمكة المشاكسة لم ترى مثل هذا الحيوان من قبل. كان كبيرا جدا، انظروا إلى أسنانه كم هي حادة. وماذا عن تلك الأطراف التي يمتلكها؟ يمكنه بحركة واحدة لصقها بالقارب وقلبه. قالت لنفسها: هذا ما أسميه القوة الحقيقية. لقد أعجبت بهذا الحيوان الضخم، ولكنها كانت خائفة جدا منه، وكانت تعلم أنها لن تستطيع مقاومة لعبة الاهتزاز التي يقوم بها. كانت عاجزة. توقف الحيوان الضخم صاحب الفرو فجأة عن هز أطرافه ونظر إلى أعلى وقال: ماذا تفعلين هنا؟ استدارت السمكة المشاكسة حول نفسها وهي تقول: أنا بالطبع أقول لك، انظري كيف ترتجفين، انظري لوضعك الهزيل البائس. هل ستسحقني أيها الحيوان الضخم؟ بدأ يضحك ممسكا ببطنه من شدة الضحك. أنت حيوان ضخم يا هذا. أنا لست كذلك، أنا قط واسمي هو تورك. هل سأسحقه؟ دعيني أفكر في هذا الأمر. وأغمض عينيه ثم قال: أنا بالطبع، وابتسم. كان هذا القارب هو المكان الذي يعيش فيه القط تورك. كان أصدقاؤه من الصيادين يأتون من وقت لآخر، لكن عندما يصلوا إلى الشاطئ كانوا غالبا ما يتركونه بمفرده. نظرا لعدم وجود أصدقاء له، كان ينام طوال اليوم من الملل. لهذا السبب رأى من الواجب عليه أن يقول مرحبا لهذه السمكة التي جاءت إليه. بينما السمكة المشاكسة ترتجف من الخوف، أمسك بها من ذيلها وعانقها بشدة. كان هذا ترحيبا حارا منه. كانت السمكة المشاكسة مندهشة جدا، حيث أنها كانت خائفة مما سيحدث لها، وقالت: لكنك قوي جدا. قال لها تورمك: هل يمكننا معانقة أصدقائنا عندما نكون أقوياء؟ وتركها بلطف في الماء. سألت السمكة المشاكسة بخجل: نحن أصدقاء إذا؟ أنا سمكة صغيرة مسكينة، أما أنت فقط كبير ذو أسنان حادة. نظر إليها تورمك في دهشة وقال: أنا مجرد قط، أنت صديقتي الصغيرة الخائفة. أكون أقوى منك، ولكن ما فائدة القوة بعد أن نصبح وحيدين؟ اعتقدت السمكة المشاكسة أنه يسخر منها، وقالت في نفسها: ربما يسخر مني. في ذلك الحين كان أحد الصيادين الذين على الساحل ينادي: تورمك، أين أنت؟ شعر تورمك بالارتباك، وكان الصياد يناديه رغم أنه أراد أن يقضي وقتاً أطول مع السمكة المشاكسة. الآن علي أن أذهب، من الأفضل أن تعودي أنت أيضاً إلى المنزل، سوف يقلق عليك أصدقائك وعائلتك. وقبل أن يراه الصياد رفع الدلو وقلبه في لحظة. سقطت السمكة المشاكسة في البحر دون أن تتمكن من توديع تورمك. سبحت السمكة المشاكسة نحو عشها وأصدقائها، وبينما كانت تسبح كانت تمعن في التفكير. كانت القط تورمك أقوى منها، ويمكنها أن يسخر منها إذا أراد ذلك. يمكنه أن يحولها لأمر مثير للشفقة أو يبتلعها، كما يمكنه الاستمرار في اللعب بالماء حتى تشعر بالغثيان. لكن تورمك لم يفعل أي من ذلك، مع أنه ما زال قويا جدا. شعرت بأن كل الأشياء التي كانت تفعلها بصعوبة كانت من أجل لا شيء. إذن لماذا كانت تورمك ودودا مع السمكة المشاكسة؟ عند عودتها إلى منزلها، لفت نظر السمكة المشاكسة أصدقاؤها الذين كانوا يلعبون بعيدا عنها. بعد أن راقبت لعبهم قليلا، التفتت إلى سمكة السلور وقالت لها: يا لسرعة سباحتك اليوم. دهش أصدقاؤها، فسألتهم: هل تودون أن أحكي لكم قصة عن القطط؟
كان الجميع مسرورا بهذا الاقتراح، لا سيما سمكة السلور. كانت وجوه الجميع تبدو عليها البهجة. اكتشفت السمكة المشاكسة طريقة جديدة تمكنها من أن تصبح قوية. ستجد طرقا أخرى بالتأكيد، لهذا لديها أصدقاء بإمكانها أن تقوم باكتشاف ذلك معهم ولفترة طويلة. كم هي كثيرة الأمور التي خاضتها السمكة المشاكسة، أليس كذلك؟ لقد كانت السمكة المشاكسة تسرق طعام أصدقائها قبل أن تتعرف على تورموك وتطلق عليهم الألقاب. كيف كان برأيك شعور أصدقائها في هذا الوضع؟ لقد شعروا بحزن شديد، أليس كذلك؟ وأنا أعتقد ذلك أيضاً. هل تعرف؟ يمكن أن يكون هنالك أشخاص موجودين حتى في مدرستنا وحينا والبيئة المحيطة بنا يتصرفون هذه التصرفات. إننا نطلق على هذا اسم التنمر. يكون هنالك طرفان على الأقل في التنمر. بينما شخص يشعر أنه قوي جداً، يتألم الطرف الآخر بشدة، ولكن من الممكن منع تصرف التنمر هذا. برأيك ما الذي يمكن أن نفعله؟ هيا فلنتأمل ونفكر معا، لأنني أحتاج إلى أفكارك. ما رأيك أن تساعدني في هذا الموضوع؟ إذا كنت مستعدا يمكنني أن أشرح لك فورا كيف يمكننا أن نقوم بذلك. تخيل أنه تم إنشاء مجموعة من الطلاب لمنع التنمر في المدرسة، وأنت أصبحت رئيس هذه المجموعة. أنت الرئيس، ولقد قررتم كمجموعة تجهيز شعارات من أجل إيقاف التنمر. فلنتذكر معا، ما معنى شعارات أولا؟ الشعارات هي كلمات مؤثرة ترسخ في الذهن بشأن موضوع ما. والآن فلنفكر معا، ماذا يمكن أن تكون هذه الشعارات التي ترغب بعرضها على المدرسة بأكملها؟ على سبيل المثال، يمكننا أن نكتب شعارات مثل لا للتنمر، أو لا تكن متنمرا، كن صديقا، أو قف ضد التنمر. حسنا، ما هو شعارك؟ كيف يمكن أن تعبر عنه من خلال الرسم؟ هيا أنت أيضا قم بتكوين شعارك وارسمه على الورقة.